المجمع اللي انت قلت لي ان هو هياخد 3 سنين وكده وهيوفر فرصة عمل لألف وكده. اه ليه 3 سنين يا وائل؟ اه ده لان ده 2700 متر مربع، عشان هو مساحته 2700 متر مربع، وبعدين عندنا حوالي 10 مصانع داخليه جوه المجمع ده، كل مصنع فيهم حجم عمل ضخم. يعني احنا بنتكلم في حوالي من 200 ل 300 مليون جنيه حجم استثمارات كل مصنع فيهم، باجمالي من 2 مليار و700 مليون، فهو حجم عمل ضخم جدا. يعني فعلا المجمع ده لما يخلص ان شاء الله مش هيقل حاجه عن المجمعات الصناعيه اللي في الصين او في الهند في نفس المجال. ده كلام كويس قوي، بس انا بقول ان المده هو ده اللي مخليه فعلا واخد الكلام. حاضر. لا 3 سنين كتير ودكتور مصطفى نشوف كتير جدا. نحاول نضغط يا فندم. اوامر. لا مش اوامر يا وائل، نحاول نضغط. احنا عايزين، انت قلت كلام مهم، قلت ان المنتج ده هيبقى فيه منه كهرباء وكمان في جزء منه هيتصدر بره. وبيني وبينك تمام، المنتج الكهرباء طبعا حوالي 30%. المنتج الكهرباء مهم جدا دلوقتي. ليه؟ هو اللي جاي يا فندم، هو ده الاتجاه. صح. والنهارده لما بيبقى هو متوفر الاتجاه يا فندم. طبعا لو بالزبط. متوفر سكوتر زي اللي حضرتك بتشاور عليه، انا شايفهم طبعا ورا من في الخلفيه، يعني هنا ورايا في الخلفيه. انا شايفهم في الخلفيه. الاثنين الحمر دول. طبعا انا اقصد اقول ان الكهرباء بالذات مهم جدا، لان هو يعني زي ما انت قلت هو اللي جاي، صيانته اقل اذا كنت انا فاهم، تكلفه يمكن طبعًا. تقريبا زيرو صيانه. تقريبا طيب. زيرو صيانه. طيب فاحنا معاكم. وبالمناسبه هي تكلفته كلها في البطاريات. انا عارف بس انا المهم ان احنا ان الثلاث سنين كتير وان احنا نركز على الكهرباء، واحنا ازاي نساعدكم. احنا مساعدين نساعدكم بجد يعني. وان شاء الله كمان احنا بندرس في الفتره الجايه دي ان احنا نعمل مصنع للبطاريات الليثيوم هنا في مصر. يعني ده هيبقى امر غير مسبوق بصراحه، عشان ندعم بيه شغلنا وشغل غيرنا. لا هو ان شاء الله لو احنا عملنا المصنع ده. وانا بقول لك عشان احنا على الهوا كده، في احلم تمام، احلم انت ومجلس اداره الشركه تمام، وحتى الاصدقاء الصينيين في ان احنا نعمل حاجه متكامله ويبقى مصنع البطاريات بتاع، ويعني لو قدرنا نقول المحركات كمان الكهرباء، يعني احنا مستعدين نخش نساعد ان شاء الله. ان شاء الله مش عشان نشارك، مش عايزين ان شاء الله رب العالمين. دكتور مصطفى لا يكونوا فاكرين ان احنا عايزين نخلص بسرعه. الف مبروك. اتفضل اتكلم. هنستاذن حضرتك بقى في طلبين. اطلب. اول طلب منهم ان حضرتك تلبينا تشريف سعادتك هنا معانا في المصنع لحظة افتتاح، وبالذات تحديدا يعني مع اول محرك هيطلع. يعني لازم حضرتك توقع لنا على الكرتونة دي، والكرتونة دي هنحتفظ بيها تمام. ثاني حاجة هنستأذن حضرتك باننا المجموعة بتقدم مساهمة بسيطة كده لمؤسسة حياة كريمة بقيمة 5% من اجمالي الربح لمدة سنة كاملة. ده كتير قوي كده. اسمح لنا بالمساهمة. شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يكرمك. مش كتير على اخواتنا ابدا. شكرا وقالوا الف مبروك.